التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة. أهلا بكم، أهلا بك داما. أهلا ليندا، والبداية بأبرز العناوين. تجمع كبير في النيجر لدعم طرد السفير الفرنسي من البلاد، والمجلس الانتقالي يعلن حالة التأهب العسكري القصوى. روسيا تتصدى لهجوم بالمسيرات على موسكو، وتحذر أوكرانيا من القيام بعمليات برية ضد القرم. الرئيس الصيني يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال زيارة نادرة لشينجيانغ. والبداية مع تطورات الأوضاع في النيجر. تجمع آلاف الأشخاص في نيامي لدعم المجلس الانتقالي بعد منحه مهلة 48 ساعة للسفير الفرنسي لمغادرة النيجر. واتهم المجلس الانتقالي في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. وندد المشاركون في التجمع الشعبي برفض فرنسا سحب سفيرها من النيجر، معتبرة أن المجلس الانتقالي بالنيجر لا أهلية له للقيام بذلك. أمر المجلس الانتقالي في النيجر قواته المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى. وأوضح المجلس في بيان أصدره وزير الدفاع أن البقاء في حالة تأهب قصوى من شأنه أن يسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وتجنب أي مفاجآت. وقال البيان إن هناك شعورا متزايدا بوجود تهديدات للبلاد بعد إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس الاستعداد لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري وعودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. حذر رئيس نيجيريا بولا تينوبو المجلس الانتقالي في النيجر من تدخل أطراف خارجية في نيامي، وذلك في حال لم يستجب المجلس للدعوات المطالبة بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. وأوضح أنه يتلقى اتصالات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر بالقوة العسكرية. وأضاف أن المجلس الانتقالي يتحمل المسؤولية عن تعريض شعب النيجر بأكمله للخطر. في ملف النيجر أيضا، نفت الخارجية الأمريكية تلقيها أي طلب من المجلس بشأن المطالبة بمغادرة أي من دبلوماسيها بنيامي. وذكرت أن نيامي أبلغت واشنطن بأن الرسائل المتداولة والتي تدعو إلى مغادرة بعض الشخصيات الدبلوماسية الأمريكية للنيجر لم تصدر عن وزارة خارجية النيجر. تتشابك حول النيجر منذ 26 من يوليو الماضي العديد من الخيوط المعقدة، أحدثها الخطوات الاعتراضية من المجلس الانتقالي ضد مواقف بعض الدول من التطورات في بلاده. تجسدت الاعتراضات في إجراءات دبلوماسية طالت في البداية فرنسا، حيث طالبت نيامي من سفير باريس مغادرته البلاد خلال 48 ساعة. وبعد ساعات بدأ أن هذه الإجراءات امتدت إلى سفراء دول غربية وأفريقية بينها الولايات المتحدة، التي سرعان ما نفت تلقيها أي طلبات بمغادرة أي من دبلوماسيها عاصمة النيجر. وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت هذه الأنباء اضطرت إلى إلغاء أخبار حول طرد سفراء دول غربية من النيجر بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة حسب قولها.
مع تأكيد واشنطن أن وزارة خارجية النيجر أبلغتها أن صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت التي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين لم تصدر عنها. ويتواكب ذلك مع الحديث عن إعلان الجيش في النيجر في رسالة داخلية وضع أفراده في حالة تأهب قصوى في تطور وصف بأنه روتيني، فيما أشار الرئيس مفوضية إكواس عمر تواري إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تنوي التدخل في النيجر عسكريا، وأن الوقت لم يفت لحل الأزمة التي يبدو أنها ما زالت تكتمل فصولها. ولمزيد من المتابعة والتحليل نتحول الآن إلى الزميلة أميمة تمام. إليك أميمة. شكرا لك يا ليندا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. والآن ينضم إلينا من العاصمة التشادية إنجامينا علي فاضل قديركي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد علي. إذا هناك مطالبات بطرد السفير الفرنسي، المشهد على ما يبدو أنه مرشح أيضا الاشتعال أكثر فأكثر، كيف ترى الأمر خاصة في ظل أيضا تهديد إيكواس أو مجموعة إيكواس بنشر المزيد من القوات؟ أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمتابعين هذه القناة. هو الفرض السفير الفرنسي شيء متوقع، لأن المجلس العسكري منذ الوهلة الأولى ومنذ استلام السلطة أنه قام بإلغاء كل الاتفاقيات التي وقعت مع دولة فرنسا منذ ستينيات هذا القرن. ومن المتوقع أيضا أن السفير الفرنسي سيطرد عن نيامي عن العاصمة لدولة النيجر. فإذا هذه الخطوات التي قام بها المجلس العسكري في دولة النيجر هي كانت متوقعة ولكنها تأخرت قليلا. الشيء الثاني بالنسبة للوساطة وبالنسبة للجهود الدبلوماسية ما زالت مفتوحة حتى هذه اللحظة. هناك في كثير من المبعوثين جاءوا إلى دولة النيجر، وفد جاء من دولة نيجيريا ومن الرئيس النيجيري نفسه، الرئيس دولة نيجيريا نفسه بعث بعض من رجال الدين وبعض من المشايخ التقليديين جاءوا برسائل إلى المجلس العسكري في دولة النيجر، منهم رئيس اللجنة العليا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دولة نيجيريا، وكذلك سلطان سكتو وهو محمد سعيد أبو بكر، وكذلك رئيس الطريقة الصوفية بدولة نيجيريا محمد سنوتي، وكثير من المشايخ الدينيين وكذلك المشايخ التقليديين جاءوا إلى دولة النيجر. وهناك أيضا المبعوث الذي بعث من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإكواس، الرئيس دولة نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر أيضا جاء قبل أسبوع زار النيجر. وهناك أيضا في مبعوثين من قبل الإكواس الآن سيتم إرسالهم بعد يومين فقط إلى دولة النيجر. إذن ما زالت الوسائل السلمية مفتوحة واستخدام القوة العسكرية حتى هذه اللحظة مستبعد استبعاد كامل لعدة عوامل التي ذكرناها، وكذلك أن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس الآن دخلت في تحدي كبير جدا ودخلت في مأزق لأنها لوحت باستخدام القوة ولم تستطيع أن هذا فيما يتعلق بإيكواس. طيب فيما يتعلق بمسألة طرد السفير الفرنسي، ما الذي أجج المشهد إلى هذه الدرجة وإمهاله 48 ساعة، وإلى ما يمكن أن يفضي هذا المشهد أيضا؟ لأنهم يريدون أن يغلقوا كل الأبواب أمام الدولة الفرنسية التي تسعى الآن إلى التدخل العسكري. وقبل أسبوع أذاعت إذاعة من دولة الجزائر بأن السلطات الفرنسية طلبت من دولة الجزائر السماح لها باستخدام الأجواء الجزائرية لضرب النيجر، ولكن الفرنسيين نفوا ذلك. وهناك أيضا محاولات حثيثة لدولة فرنسا أن تقوم بإمداد
لإمدادات عسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول الإكواد. نعم طيب، يعني سريعا أيضا سيد علي، هل من ضمانات بالنسبة للمجلس العسكري هل يستطيع بالفعل حماية النيجر من أي تدخلات خارجية أو أجنبية، وخاصة أن هناك تخوفا كبيرا من هذا الأمر؟ المجلس العسكري قام بخطوات منذ امس وحتى هذا اليوم كنا متابعين للاوضاع انكثف. المجلس قام بخطوات ايجابيه، اولا دعا جميع القوى المدنيه بدوله النيجر الى عقد حوار وطني شامل يؤدي الى 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 فتره انتقاليه، يؤدي الى فتره انتقاليه لربما يختارون رجلا مدنيا او حتى العسكريين سيبقون في السلطه الى فتره انتقاليه تمتد لمده 3 سنوات او سنتين على ما يتفق عليه المجتمعون في الحوار الوطني. وكذلك هناك هشود كبيره جدا من المواطنين النيجيريين اليوم تجمعوا في ميدان كره القدم الرئيسي بالعاصمه نيامي. فاذا التحركات التي يقوم بها المجلس العسكري كلها تصب الى التوجه الى فتره انتقاليه، لربما هذه الفتره الانتقاليه ستؤدي الى انتخابات ستاتي برئيس مدني. اذا ما الخطوات وترتيبات البيت من الداخل العسكريون قاموا بها منذ البدايه، انهم قاموا بتعيين رئيس وزراء وكذلك قاموا بتشكيل حكومه جديده وبطرد السفراء الذين ينتمون الى بازوم وتعيين سفراء جدد. اذا قاموا بترتيب البيت من الداخل، والان وجدوا تأييدا كبيرا جدا من قبل الشعب وكذلك من دوله مالي ودوله بوركينا فاسو، وهناك ايضا في دعم خفي من بعض الدول التي لا تريد وجود الفرنسيين في افريقيا. اذا المجلس العسكري يمشي بخطوات ثابته نحو تعزيز سلطته في دوله النيجر. نعم، اشكرك اذا شكرا جزيلا، كنت معي من العاصمه التشاديه انجامينا السيد علي فاضل قدركي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. والان مشاهدينا هذه عوده الى الزميلتين ليندا عبد اللطيف وادام كوردي لاستكمال باقي ملفات النشره، اليك ليندا. شكرا أميمة، والان مع تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العمليات العسكرية مكنت القوات الروسية من قتل نحو 700 جندي أوكراني. وفي محور كوبيانسك استطاعت القوات الروسية صد 5 هجمات أوكرانية وتكبيد أوكرانيا خسائر في العتاد والأرواح. وذكر البيان أن القوات الروسية طردت 12 صاروخا من نظام هاي مارس ودمرت 37 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة الروسية الأوكرانية، ففيما أكدت كييف أن جيشها يتقدم جنوبا في سياق هجومها المضاد تحشد موسكو قواتها غربا. وأفادت تقارير بأن السعي الروسي للتقدم غربا يأتي بهدف إنشاء منطقة عازلة حول لوهانسك، وتزامنا مع تلك التطورات تستمر حرب المسيرات بين الجانبين. بعد 3 أشهر من بدئه، يبدو أن ملامح الهجوم الأوكراني المضاد ضد العملية العسكرية الروسية بدأت تتكشف. أوكرانيا كشفت أن جيشها يتقدم جنوبا بعد اختراق أصعب خطوط الدفاع الروسية، ويقترب من السيطرة على الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم. مستشار الرئاسة الأوكرانية أوضح أن كل خطوط الإمداد الروسية أصبحت مهددة، وأن الجيش الروسي على وشك فقدان مواقعه الاستراتيجية مع بدء تصدع خطوطه الدفاعية. واتصالا بهذه المستجدات، قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا من أجل استئناف الهجوم، بينما تواصل الهجمات
بالمدفعية الثقيلة والهجمات الجوية وعلى خطوط التماس تناور القوات الروسية بالحشد شرقا، فيما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن روسيا من المحتمل أن تصعد قوة هجماتها في محور كوبيانسك ليمان خلال الشهرين المقبلين لإقامة منطقة عازلة حول إقليم لوهانسك. مسار آخر للتطورات الميدانية تسلكه حرب المسيرات التي تستعر بين الجانبين، ففي أمر أصبح بالمتكرر هجوم جديد داخل الأراضي الروسية، حيث أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي إسقاط طائرة بدون طيار بالعاصمة موسكو على بعد نحو 50 كيلومترا غرب الكريملين. وفي منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا تتعرض هي الأخرى لهجمات متكررة، حيث أفاد حاكم المنطقة بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار، ما يؤشر إلى تنامي الهجمات الأوكرانية بالمسيرات في الداخل الروسي. حذر نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت الجيش الأوكراني من القيام بعمليات برية ضد شبه جزيرة القرم، وشدد على أن مثل تلك الخطوة ستواجه برد ساحق لوضع حد لوجود أوكرانيا حسب وصفه. وكان رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف وعد في وقت سابق ببدء عملية برية في شبه جزيرة القرم لتحريرها قريباً. قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز L-39 في الجو بوسط البلاد. وسيمثل فقدان الطيارين 3 ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز F-16. وقدمت القوات الجوية تعازيها لأسر الضحايا وقالت إن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا ساخاروفا إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات ومروحيات تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا. وأضافت زاخاروفا أن التشيك تعتزم تسليم مروحيات روسية الصنع إلى أوكرانيا. وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب يطالب أوكرانيا بمواصلة الهجوم المضاد ويستمر في ضخ السلاح إلى كييف وتدريب العسكريين وتسهيل المعلومات الاستخباراتية عن الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن مجموعة السبع تتفهم حقيقة أن الحرب في أوكرانيا ربما تطول، وأكد أن دول المجموعة مستعدة لدعم كييف مهما طالت هذه الحرب. على صعيد آخر قال إن هناك مناقشات جارية بشأن ما إذا كان يتعين على كندا أن تعيد النظر في الانضمام إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي الباليستي. أبدى المستشار الألماني أولاف شولتز تحفظا بشأن تسليم كييف صواريخ توروس الألمانية. وقال شولتز أنه بغض النظر عن المطالب التي تم تقديمها لألمانيا سوف يواصل دراسة كل قرار بعناية ولن يفعل أي شيء متهور أبدا. لمزيد من المتابعة والتحليل نتحول الآن إلى زميلة أميمة تمام. إليك أميمة. أهلا بك مجددا ليندا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ينضم إلينا لإلقاء الضوء أكثر على هذا الملف، الملف الصراع الروسي الأوكراني، من لهاي الدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في الشأن الروسي وأسيا الوسطى. مرحبا بحضرتك دكتور. إذا كان لزاخاروفا اليوم، كان لها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريحات حول تورط أو ما يشبه التورط من قبل الغرب والدول الأوروبية في الحرب الروسية الأوكرانية، وبأنهم لا يستطيعون بما معناه التراجع ولذا يقومون بإمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر يشكل واقع وحقيقة الأمر؟
مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد اليوم نحن نشهد حرب بالوكالة يخوضها الغرب الجماعي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية عبر القوات الأوكرانية ضد روسيا. وصحيح أن الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية لم يردوا عسكريا على هجوم روسيا على أوكرانيا، إنما فضلوا اختيار الحرب الاقتصادية، العقوبات سواء اقتصادية أو في قطاع الطاقة أو البنوك والحظر، بأشبه بعملية عزل روسيا بالتزامن مع الإمداد العسكري المتواصل للقوات الأوكرانية. نحن في أجواء تشبه أسلوب وطريقة الحرب الباردة عندما كانت سواء واشنطن أو موسكو، كل طرف يدعم أعداء الطرف الآخر، واليوم هذا نراه بشكل لا لبس فيه في الساحة الأوكرانية. وأيضا هنا لا يمكن إغفال حقيقة أن الشروط أو المطالب أو الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو وعلى وجه الخصوص من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع من اشتعال الأزمة الأوكرانية هي كانت موجهة للولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، خصوصا فيما يتعلق بسحب القواعد العسكرية لحلف الناتو من دول في أوروبا الشرقية أو دول البلطيق التي كانت في السابق محسوبة على حلف وارسو الذي عمه موسكو السوفيتية. كل هذا اليوم بالتأكيد يعكس أسلوب وطريقة الحرب الباردة. طيب، يعني الآن على ما يبدو أن الجيش الأوكراني استطاع أن يحقق بعض الانتصارات اليوم ويتقدم في هجومه المضاد، حتى أنه الآن يعيد ترتيب صفوفه من الناحية الشرقية. هل تعتقد بأن هذا قد يغير المعادلة، معادلة القوة في هذه الحرب؟ لا نستطيع أن نقول أن الجيش الأوكراني حقق تقدم يمكن وصفه بالانتصار أو هذا النجاح الكبير الذي يمكنه تغيير خارطة سيطرة القوى، إلا في حال تمكنت القوات الأوكرانية من الوصول لشواطئ وسواحل بحر أزوف. عندها يمكن الحديث عن نجاح الهجوم الأوكراني المضاد، لأن أوكرانيا وقتها تكون قد قطعت هذا الممر البري، التواصل البري بين القوات الروسية سواء من الأعلى في دونيتسك ولوغانسك وصولا إلى شبه جزيرة القرم عبر زاباروجي وخيرسون. ما عدا ذلك حتى اليوم لا يوجد أي نتائج تذكر، على الرغم من مرور قرابة شهرين على الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال الحديث عنه، حتى أن هناك حديث عن موجة ثانية من الهجوم المضاد. إلا أنه كما قلت لا يوجد نتائج ملموسة. وقد تكون المسيرات هي التي كانت تتصدر المشهد في الهجوم المضاد وهي سيدة الموقف في هذا الأمر. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من لاهاي الدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في الشأن الروسي وأسيا الوسطى. شكرا لك، شكرا جزيلا. والآن مشاهدينا هذه عودة مرة أخرى إلى زميلتين ليندا عبد اللطيف ودامة كردي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. إليك ليندا. شكرا أميمة، والآن إلى تطورات الأوضاع في السودان. هز انفجار عنيف وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أوضحت مصادر عسكرية أن الانفجار ناجم عن حريق بمستودع للوقود بمطار الخرطوم. هذا وأفاد مراسلنا بتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأشار إلى أن منطقة أم درمان القديمة شهدت قصفا مكثفا مع تحليق مكثف للطيران.
أعربت الخارجية السودانية عن استيائها من تصريحات السفير الأمريكي بالخرطوم التي انتقد فيها الاشتباكات بالسودان مساويا بين الأطراف كلها في البلاد. وطالبت الخارجية السودانية السفير الأمريكي بالنأي عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها السودان، مشيرة إلى أن التدخلات الخارجية غير الرشيدة في شؤون السودان ومحاولة فرض وصفات سياسية لا تحظى بتوافق وطني كانت من أسباب اندلاع واستمرار الحرب. حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقم الأزمات في دول الجوار. وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنه توجه إلى جنوب السودان لتسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من المساعدة للدول المتاخمة للسودان. وأشار غراندي إلى أن الصراع الدائر يتسبب في نزوح الملايين، ومن بينهم أكثر من 200,000 لاجئ من جنوب السودان كانوا يعيشون في السودان وأجبروا على العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحديا كبيرا لجنوب السودان الذي وصفه بأنه بلد هش. عملت مصر على العديد من المبادرات لدعم استقرار السودان، أبرزها استضافة قمة دول الجوار لصياغة رؤية مشتركة بين هذه الدول، كما اتخذت خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها. المزيد في العرض التالي مع الزميل حسان بشير. أهلا بكم. دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره هي سياسة مصرية ثابتة منذ اندلاع الأزمة في الجارة الجنوبية، وهو ما دفع بمصر إلى أن تكون طرفا فاعلا في سبيل الحل وعاملا إيجابيا في طريق إنهاء هذه الأزمة. من هذا المنطلق عملت مصر على عدد من المبادرات التي كان آخرها هذه التي استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة دول جوار السودان، وذلك لصياغة رؤية مشتركة بين هذه الدول مع اتخاذ خطوات لحل الأزمة ولحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها. القمة أكدت على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وعدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، مع الحفاظ على السودان وعلى مقدراته ومؤسساته ومنع تفككها. كما انعقدت الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول الجوار في تشاد، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاجتماع أعاد تأكيد ما صدر في القاهرة عن القمة الأولى التي عقدت لدول الجوار من مبادئ. مصر استندت في تحركاتها مع الأطراف الفاعلة كافة ومع الشركاء الدوليين والإقليميين، استندت إلى عدد من المحددات، أولها أهمية التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية. مصر أيضا أكدت وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان التي تعد هي العمود الأساسي لحماية الدولة من خطر الانهيار. شددت أيضا على أن الأزمة في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين، وأن الدور المصري والأطراف الإقليمية يجب أن يقتصر على مساعدتها لإيقافها. أبدت مصر أيضا في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. ركزت مصر في سياساتها على تقديم الدعم الإنساني للقادمين عبر المعابر المصرية من الأشقاء السودانيين. دعت في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة إلى توفير الدعم اللازم إلى دول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور. إذن هو دور محوري تلعبه مصر من أجل توفير كل المقومات اللازمة
للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار يضمن استعادة الاستقرار بشكل دائم في البلاد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصرع 9 أشخاص في حريق قطار جنوب الهند. أعلن الجيش الليبي أن العملية العسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد تسير حسب ما تم التخطيط له سابقا، وأكد الجيش الليبي أنه لن يسمح بدخول أي عناصر إرهابية إلى البلاد، مشيرا إلى أنه يعمل على تطهير المنطقة الجنوبية الليبية من تلك العناصر. ثمن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح دور الجيش الوطني الليبي في حماية البلاد وتأمين حدودها، وفي بيان له قال صالح أنه يثمن ما يقوم به أبطال الجيش الليبي من حماية وصيانة التراب الليبي وتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية المتواجدة داخل ليبيا والمنتهكة لسيادتها. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ المسؤولين في إقليم تشينغيانغ إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي تم تحقيقه بصعوبة. جاء ذلك خلال زيارة نادرة إلى إقليم تشينغيانغ الواقع شمال غرب الصين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن شي توجه إلى أوروموتشي عاصمة الإقليم واستمع إلى تقرير عن العمل الحكومي وألقى خطابا يؤكد الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاعات عدة في شينجيانغ. تتعدد التحديات أمام طوكيو بسبب الأزمة التي خلفها قرار تصريف مياه مفاعل فوكوشيما النووي في المحيط الهادئ. وشككت الصين في تقرير للوكالة الذرية واليابان بأن المياه لا تحمل تلوثا يشكل خطرا على البيئة. نتابع هذا العرض مع الزميل حسان بشير. تواجه اليابان تحديا دبلوماسيا متصاعدا بعد إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فيوكوشيما للطاقة النووية في البحر في ظل اعتراض من الصين واحتجاجات شعبية في كوريا الجنوبية. توقع خبراء ودبلوماسيون ألا تغير الصين من موقفها من قرار اليابان بإطلاق المياه، هو جزء من أعمال إيقاف تشغيل محطة الطاقة وقد تشدد من قيودها بشكل أكبر على الواردات الغذائية اليابانية التي تم تنفيذها منذ كارثة المحطة النووية الناجمة عن زلزال هائل وعن تسونامي وقع في العام 2011. في المقابل تؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن، بينما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لهذه الخطة في شهر يوليو الماضي، وقالت أنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة يكاد لا يذكر. يأتي هذا فيما شككت الصين في استنتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قائلة إنها فشلت في التعبير بشكل كامل عن آراء الخبراء الذين شاركوا في مراجعة السلامة، وأن استنتاجاتها لا ينبغي أن يكون لها الضوء الأخضر لتصريف المياه الملوثة نوويا. القوتان الأسيويتان على خلاف بالفعل بشأن عدد من القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بجزر سينكاكوكو التي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بها بكين في بحر الصين الشرقي، والأنشطة العسكرية المشتركة المتزايدة للصين مع روسيا بالقرب من اليابان وسط العملية العسكرية الروسية الحالية لأوكرانيا وجزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وأنه يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها وهي حليفة اليابان
صارعت للإعلان عن دعمها لاستنتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين رفع الاتحاد الأوروبي تماما القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية في شهر أغسطس. في كوريا الجنوبية قال النائب الأول لرئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، قال إن بلاده لا ترى أي مشاكل علمية أو تقنية في خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأوضح أن سول ستطلب إيقاف التصريف على الفور إذا تجاوز تركيز المواد المشعة المستويات القياسية، وأن تقوم اليابان بإبلاغ كوريا الجنوبية على الفور. تصريحات المسؤول الحكومي كانت محل انتقاد من أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، حيث نظم حوالي 1000 شخص من حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية مع جماعات مدنية أخرى نظموا احتجاجات في وسط مدينة سول ضد قيادة اليابان التي قامت بمحاولة تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية. اليابان من جانبها بدأت في تصريف مياه محطة فوكوشيما وسط اعتراضات من الصين، موافقة مشروطة من كوريا الجنوبية مع دعم مطلق من الولايات المتحدة وأوروبا أيضا. فهل تتسبب المياه الملوثة بالإشعاع في أزمة دبلوماسية جديدة في المنطقة المتخمة بالأزمات أصلا؟ سؤال تجيب عنه الأيام القادمة. لقي 9 ركاب مصرعهم في حريق بقطار جنوب الهند، وكشفت السلطات المحلية أن الحريق الذي استمر لساعتين نتج عن انفجار أنبوب غاز صغير هربه أحد الركاب لاستخدامه في صنع الشاي، وأسفر عن إصابة 20 شخصا آخرين إلى جانب حالات الوفاة 9. أصيب 7 أشخاص بالرصاص في بوسطن خلال مهرجان كاريبي حسب ما ذكرت شرطة المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة. وقالت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس في بيان إن المصابين 7 نقلوا إلى مستشفيات محلية وإصاباتهم ليست قاتلة. أصدر المسؤولون في هاواي أسماء 338 شخصا ما زالوا في إعداد المفقودين بعد أكثر من أسبوعين من اجتياح حرائق الغابات منتجع لاهينا غرب جزيرة ماوي. وكان المسؤولون قد قالوا في وقت سابق إن لديهم قائمة تضم ما بين 1000 إلى 1100 شخص ما زالوا في إعداد المفقودين، لكنهم حذروا من أن العدد يشمل بعض الأشخاص الذين يحملون اسما واحدا فقط وبعض الأشخاص الذين لم يكن جنسهم واضحا. وتعد حرائق جزيرة ماوي هي الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاك إنه من السابق لأوانه الحديث عن إيقاف رفع أسعار الفائدة حاليا. وأضاف كازاك أن التوقف المبكر في المعركة ضد التضخم قد يجبر البنك على ممارسة المزيد من الضغوط على الاقتصاد في وقت لاحق. يأتي ذلك بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% بنهاية عام 2025. من جانبها قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إن التغلب على التضخم سيتطلب زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية ثم تعليقها لفترة من الوقت. وأشارت لوريتا إلى أنها لا تشجع سياسة صارمة للغاية تؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وأضافت أن السماح للتضخم بالتفاقم يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات المستقبلية.
أظهرت دراسة أمريكية بحثية جديدة أن تحول التجارة الأمريكية بعيداً عن الصين تسبب في رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وأشارت الدراسة إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية الأخيرة فضلاً عن الجائحة أثرت على نشاط سلاسل التوريد، وانخفضت الواردات الأمريكية المباشرة من الصين إلى 16.5% العام الماضي. يشارك وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت في محادثات بشأن مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي في بكين، وتعد هذه أول زيارة لوزير كندي إلى الصين منذ 4 سنوات. وأوضح جيلبولت أن كندا والصين من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات، وعبر الوزير الكندي عن أمله في إجراء محادثات مفتوحة وصريحة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ وإيجاد سبل للتعاون المشترك بين البلدين. تسارع معدل التضخم في البرازيل في أغسطس متجاوزاً توقعات السوق مع زيادة أسعار المساكن والنقل، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.24% في منتصف أغسطس مقارنة بالعام السابق، بينما كانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.12%. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه البنك المركزي البرازيلي يخفض سعر الفائدة بشكل أكبر من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 13.25%. فرضت الهند ضريبة على صادرات الأرز بنسبة 20% لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطاً على الإمدادات العالمية للحبوب. كان مؤشر أسعار الأرز التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة قفز في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عاماً بعد فرض الهند بعض القيود على صادرات الأرز. رياضياً، قدم أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات باستثناء المدرب خورخي فيلدا استقالتهم بشكل جماعي في بيان رسمي احتجاجاً على وجود رئيس الاتحاد لويس روبياليس. وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلنت اليوم إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة روبياليس مؤقتاً بعد أزمته مع لاعبة منتخب إسبانيا جيني إرموسو. وكان روبياليس قد رفض الاستقالة من منصبه على خلفية أزمته مع اللاعبة. ردود فعل واتهامات بجانب انتقادات، كل هذا ينتظره قرار يخص الكرة الإسبانية ورئيس اتحادها لويس روبياليس بعد أزمته مع لاعبة المنتخب جيني إرموسو. الاتحاد الإسباني أصدر بياناً أكد فيه دعمه رئيسه روبياليس واتخاذه الإجراءات القانونية للدفاع عن رجله الأول. روبياليس رفض الاستقالة على خلفية الأحداث التي صاحبت تتويج الإسبان بلقب المونديال التاريخي، مشيراً إلى أن قبلته لإرموسو كانت عفوية ومتبادلة بل حدثت بالتراضي، وهو الأمر الذي نفته اللاعبة، مؤكدة أنها شعرت بالضعف وكانت ضحية للاعتداء. وحظيت إرموسو بدعم الحكومة الإسبانية التي لا يمكنها إقالة روبياليس، لكنها أدانت ما قام به وقالت إنها ستلجأ إلى محكمة رياضية لإيقافه. رفيقات إرموسو أعلن أيضا دعمها، حيث حذرت لاعبات المنتخب الإسباني في بيان مشترك مع لاعبات أخريات من أنهن لن يخوضن أي مباريات دولية إذا استمر روبياليس في منصبه رئيسا للاتحاد. وما بين اتهامات متبادلة ودفاع مستميت، يقف لويس روبياليس منتظرا قرارا سيغير حياته الكروية للأبد، وذلك بعد تتويج بلقب تاريخي لنساء الماتادور.
وننتقل إلى مباريات الدوري الإنجليزي، حيث حقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة على ملعب أولد ترافورد. تعرض يونايتد للصدمة المبكرة بتلقي هدفين متتاليين عبر تايو أيوني وويلي بولي، بعدها انتفض أصحاب الأرض وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عبر كريستيان إريكسون وكاسيميرو، ثم لعب فورست بعشرة لاعبين قبل أن يحرز القائد برونو فرنانديز هدف الانتصار من ركلة جزاء يهدي يونايتد انتصاره الثاني هذا الموسم. وفي مباراة أخرى تعادل أرسنال 2-2 على أرضه مع فولهام ليهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي. تقدم الضيوف بهدف بعد مرور 57 ثانية من البداية عبر أندرياس بيريرا، لكن أرسنال أدرك التعادل عبر بوكايو ساكا من ركلة جزاء، ومنح البديل إيدي نكتيا التقدم لأصحاب الأرض. بعدها نجح فولهام وهو يلعب بعشرة لاعبين في تسجيل هدف التعادل عبر جواو بالينيا بتلك النتيجة. يرفع أرسنال رصيده إلى 7 نقاط، كما ارتفع رصيد فولهام إلى 4 نقاط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. تجمع كبير في النيجر لدعم طرد السفير الفرنسي من البلاد، والمجلس الانتقالي يعلن حالة التأهب العسكري القصوى. روسيا تتصدى لهجوم بالمسيرات على موسكو وتحذر أوكرانيا من القيام بعمليات برية ضد القرن. الرئيس الصيني يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال زيارة نادرة لشينجيانغ. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.